يعني معايا دكتور محمد ايضا. يا دكتور محمد، مباراه صعبه جدا، شايفين اجواء مشحونه، يمكن اجواء مشحونه من قبل نابورو، من قبل بلديه المحله، يعني تعود لي الاجواء المشحونه دي، يعني يمكن حتى النهارده لو نتيجه تعادل ايجابي 1-1 تدعي ان يحصل الكلام ده كله؟ والله اولا الحمد لله طبعا النتيجه 1-1، التعادل، احنا في وسط اهلنا ومفيش اي خلاف بيننا وبين نابورو، ده جمهور ومشحنات كوره. انا بقول طبعا يعني ما يحدث من الجمهور ده كله مدير امن الدهلية تحمله منفردا ما حدث. انا بعت تلغراف امبارح لوزير الداخلية ولمدير امن الدهلية ومتصل بيه تليفونيا ما يحدث في الملعب الان ويتحمله منفردا. اما مجلس ادارة نابورو على دماغنا وناس استقبلوني من على الباب، طبعا هم اخواتي ومفيش اي خلاف بيني وبينهم ولا بين الناديين، ولكن طبعا الشحن المعنوي للجمهور ده كله بيتحمله للمره المليون بقولها مدير امن الدهليه. اشكرك جدا. شكرا يا كابتن علاء نوح.